معالي الوزير البروفيسور إبراهيم الرندور تربطني به علاقة صداقة وأخوة صادقة، ونحن نعمل دائما لتعزيز العلاقات المصرية السودانية. نعتبر أن هذه العلاقة كما يوصفها معالي الوزير أنها علاقة مقدسة، ونحن نعمل على أن تظل بهذا الشكل وتظل تحقق مصالح الشعبين. تحدثنا على مجمل العلاقات الثنائية، أي سوء فهم يطرأ عليها فعلينا أن نبذل الجهد سويا ومن خلال المؤسسات المختلفة لإزالة هذا سوء الفهم، ووضع العلاقة دائما في مسار التصاعدي، المسار المؤدي لمصلحة الشعبين، لأن ما يربطهم حقيقة هي وشائج المحبة والأخوة. تحدثنا عن الأمور الخاصة بالقارة الإفريقية واجتماعات الاتحاد، وأيضا الاجتماع القادم للزعماء الثلاثة اتصالا بقضية سد النهضة وإدارة هذا الملف من حيث الالتزام الكامل بالاتفاق الإطاري الذي وقع في الخرطوم في مارس 2015. اتفقنا على أن نعمل من خلال المؤسسات المختلفة في كل من مصر والسودان لتكثيف تعاوننا خلال المرحلة القادمة، واستخلاص مزيد من مواضع التعاون لخدمة الشعبين. المؤسسات القائمة والآليات تعمل بشكل جيد، اللجان الأخرى المرتبطة بالعلاقة إن شاء الله نشهد في الفترة القادمة أمور تصب في دعم هذه العلاقة الهامة. سعادة الوزير، هل ناقشتوا الأزمة تحديدا الموضوع اللي فيها؟ ناقشنا كل شيء بشفافية وبوضوح وبمحبة، واتفقنا على اتخاذ إجراءات تزيل أي فهم سوء فهم أو تزيل أي تقدير ليس له واقع مادي، وأن تكون العلاقة دائما مبنية على الشفافية الكاملة والمصارحة الكاملة حتى نعمل على تجاوز أي سوء فهم. فرصة لذلك السودان ومصر بلدين شقيقين يربط بينهما الجوار والعلاقات التاريخية، بين الجيران والأشقاء في بعض الأحيان ربما تحصل بعض الخلافات، وبالتالي مهمتنا في الدبلوماسية وكمسؤولين دائما أن نعمل على احتواء أي خلافات تحدث. اتفقنا على أن نعمل معا من أجل احتواء أي ما يمكن أن يعكر صفو هذه العلاقة، وأن نمضي بها معا تحت قيادة فخامة الرئيسين عمر حسن أحمد البشير وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي سنعمل معا ونتواصل من أجل أن ترتقي هذه العلاقة إلى ما نرغب فيه ونتطلع إليه وفقا لتوجيهات قيادتنا في البلدين. هل ناقشتم هذه القضية؟ ناقشنا كل التفاصيل، واتفقنا على أن نعمل على أن يكون الإعلام في كلا البلدين عاملا موجبا في هذه العلاقة التي دائما ما نصفها بأنها علاقة مقدسة، ولكن في بعض الأحيان حتى في المقدس ربما تحصل بعض الإشكالات. إذا زي ما يتعلق بنقطة الإعلام، بالتأكيد أنه علينا أن ننصح ونرشد الإعلام إلى تناول قضايا العلاقات بين البلدين بشكل ما فيه موضوعية وفيه ما يعزز من هذه العلاقة، وبالتأكيد أنه الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي عبر في عديد من المناسبات على رفضه التام لأي قدر من الإساءة، أي قدر من الإساءة إلى أي من ليس فقط القيادات ولكن حتى إلى الشعوب وإلى خاصة شعب شقيق السوداني. فالإساءة ليست لها محل، وهي تجاوز لا تقبله الحكومة المصرية، لا يقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي على سبيل الخلق التي ننتهجها، وعلى سبيل أنها ليس لها محل في علاقة بهذه العمق وهذه العلاقة التاريخية الممتدة. مع الوزير هل هناك يعني قمة ثلاثية بين الرؤساء الثلاث؟ هناك تحضير لقمة ثلاثية اتصالا بالعلاقة الثلاثية، وهي ليست مرتبطة فقط بسد النهضة ولكن مرتبطة بعلاقات التنمية والتعاون القائم بين الدول الثلاث. نؤكد بأن هذه القمة الثلاثية قائمة بإذن الله، وقد رحب بها فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير.